شكري وتقديري لكل فرد من العاملين بمكتب التربية العربي اللي سهروا لإعداد المسرح. كل واحد فيهم كان شعلة من النشاط، سعدت في العمل معهم. أحب أشكر وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت الشقيقة اللي حقيقة ما قصرت وقامت بالواجب والزود. بالنسبة لشعوري طبعا شعور أي شخص يمثل دولته في مكان رفيع مثل هالمكان طبيعي راح يكون شعور الفرح والسرور. أحب أشكر مكتب التربية وشركة المراعي، وأحب أشكر دولة الكويت لاستضافة لنا، وأتمنى التوفيق لكل وفود المشاركة. أتمنى لأصدقائي اللي ما تأهلوا ويانا ما ييأسون، ونتمنى التوفيق لكم. نشكر مكتب التربية العربي على الجائزة، وكذلك شركة المراعي الغراء على التكريم، والذي يعطيها طلبتنا وطلبة دول الخليج بالحافز إلى التقدم، إلى الامتياز، إلى الاجتهاد، إلى أنهم يواصلوا دراستهم. وكذلك الشكر موصول لأولياء أمورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يخاطب النفس فتخشع، والقلب فيخضع، والروح فتقنع، والأذن فتسمع، والعين فتدمع، ولو نزل على صخر لتصدع. له حلاوة وعليه طلاوة، فلنستمع إلى كلام الله المنان يعطر به أسماعنا الطالب إبراهيم جاسم القصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي علم بالقلم، ووهب الإنسان العقل وسائر النعم، والصلاة والسلام على النبي الهادي خير البرية والأمم، وعلى آله وصحبه مصابيح العلم وشحذ الهمم. الحضور الكريم، نحييكم بأطيب تحية مهداة من رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في أغلى مناسبة تسعد بها القلوب وتقر بها العيون، ألا وهي تكريم المتميزين في طلب العلم من أبناء الخليج.
في الدورة الثامنة لجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. ونخص بالترحيب والشكر والتقدير معالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية والتعليم على رعايته الكريمة لهذا الحفل. كما نخص بالترحيب والشكر والتقدير معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لتنظيمه لهذه الجائزة وتعهدها. كما نقدم عطر الثناء والتقدير لسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة العضو المنتدب من شركة المراعي لدعمها الكريم لهذه الجائزة السنوية. والشكر موصول لمن ازدان بهم المكان من قيادي وزارة التربية والوفود المشاركة وأولياء الأمور الكرام وأبناؤنا الفائقين والفائقات. ما أجمل يومنا هذا حيث تتهلل الوجوه فرحة وتدق القلوب بهجة وتسعد العيون برؤية هذه الصحبة من أبناء الخليج على أرض الكويت الغالية، حيث تكريم المتميزين منهم ليكون لهم حافزاً لمزيد من النجاحات والإبداعات ودافعاً لمزيد من الجهد والتنافس في طلب العلم، وهو أسمى الغايات، العلم الذي أجله المولى عز وجل في أول الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآن يطيب لنا الاستماع إلى كلمة معالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية والتعليم العالي راعي حفلنا البهيج، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معالي الأخ الفاضل الدكتور علي بن الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، الأخوة والأخوات، حضورنا الكريم، أبنائي وبنات الطلبة والطالبات المتفوقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لتكريم كوكبة عزيزة علينا من أبنائنا الطلبة والطالبات المتفوقين في التعليم العام في الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي، وهي سنة حميدة اعتمدها مكتب التربية لتشجيع الطلاب المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين أبنائنا الطلبة والطالبات، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية ويدفع بقية زملائهم للاقتداء بهم، كما أنها فرصة للتعرف على معالم الكويت والدول التي تزار والتي سيقام بها حفل الجائزة. كما تعلمون أن هذه الجائزة الثامنة لمكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، والتي تقام سنوياً بتمويل نشكر عليه شركة المراعي السعودية، حيث تقدم الجائزة إلى 3 طلاب وطالبات. فإلى مزيد من النجاح والتفوق أبناء الأعزاء، فإن نجاحكم وتفوقكم يعني بناء وطن متقدم ومزدهر بسواعد أبنائه متسلحين بالعلم والمعرفة. وفي الختام أتقدم بالشكر للقائمين على الإعداد لهذه الجائزة، سواء من أسرة مكتب التربية العربي أو الجهة المضيفة في بلدكم الثاني الكويت، والشكر موصول لشركة المراعي السعودية لتمويلها السخي لهذا المشروع التربوي. كما أهنئ أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وأهنئ أسرهم، وأهنئ بلدانهم، لأنهم بذلك سيكونون قادة المستقبل وقدوة للجميع لبناء مستقبل أفضل لوطن ينعمون به بالحرية والأمان والاستقرار. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب ثروة وطنية غالية، يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية، والشباب
يحتاج لمن يعينه ويوجهه ويدفعه لمواصلة مسيرته في الحياة حتى يبلغ مأربه وينال مراده ويحقق آماله وآمال الخليج الغالية. ومكتب التربية العربي لدول الخليج نموذجاً متميزاً للرعاية والعناية بالأجيال الواعدة من أبناء الخليج وتحفيزهم على الاستزادة من العلم، فهو المنظم لهذه الجائزة في كل عام. هذا وإن دل على شيء فهو يدل على وحدة خليجنا ووحدة أهدافنا في العناية بصناع مستقبل الخليج من الأبناء المتميزين. والآن مع كلمة معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ أحمد بن عبد المحسن المليفي، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا العضو المنتدب لشركة المراعي، أخواني وزملائي في وزارة التربية وفي مركز العربي للبحوث التربوية، أيها الأخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكويت وعلى أهل الكويت التي يرتاح الفجر على رمالها كلما أحس بمشقة السرى، وتأوي النجوم إلى أحضانها كلما شعرت بغربة العناوين. والشكر للكويت أميراً وحكومة وشعباً على احتضان اللحظات السعيدة لنا ولأبنائنا. وما هذا اللقاء اليوم على أرض الكويت إلا تتويج لعطاءات أهلها وكرمهم ومحبتهم. شكراً لكم معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ أحمد المليفي ولوزارتكم الموقرة على إدخال البهجة والسعادة على قلوب أبنائنا وبناتنا وعلى قلوبنا جميعاً. إن هذه الجائزة التي نحتفل بتتويج أبنائنا بها اليوم إنما تمثل الشراكة في أجمل صورها بين جهة حكومية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج وشركة عملاقة اتخذت من الجودة والإنجاز عنواناً، ومن دعم التعليم جناحين حلقت بهما في كل أنحاء العطاء والإنماء. فشكراً شركة المراعي بقيادة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة المراعي، والشكر موصول لسعادة العضو المنتدب الأستاذ عبد الرحمن المهنا الذي يشاركنا اليوم. لقد خصص مكتب التربية العربي لدول الخليج في استراتيجيته الجديدة هدفاً استراتيجياً كاملاً لتربية النشء وخدمته في دولنا العزيزة. وقد كنا بالأمس القريب نشهد تنافس طلبتنا في سلطنة عمان في أولمبياد الرياضيات، وها نحن اليوم نلتقيهم على مائدة التفوق، لا لتكريمهم فحسب ولكن لنوفر لهم فرصة التلاقي ليتبادلوا تجاربهم ويعززوا مودتهم ويوثقوا أواصر القربة والمحبة بينهم. ما أما أنتم بناتي وأبنائي الفائقين فإنني أخاطبكم والزهو يملأ نفسي بكم والاعتزاز يغمر جوارحي بعطائكم. فاسمحوا لي في هذه المناسبة السعيدة أن أتوجه إليكم بالتهنئة وإلى أمهاتكم وأبائكم، فأحيي فيهم رعايتهم لكم وأبارك لهم وهم يشهدون تفوقكم وتكريمكم. إن تفوقكم هذا تعبير عن إرادتكم وعنوان لحصاد سواعدكم وعقولكم. فإلى الأمام أيها الأبناء، سيروا على بركة الله، واذكروا دائماً أن التوفيق من عند الله وأن أدواته هي بين أيديكم عملاً وإخلاصاً وتوكلاً، لا تواكلاً وسعياً، لا تواكلاً وسعياً رشيداً وإخلاصاً خالصاً ومنافسةً شريفة. وكونوا واثقين أن مكتب التربية العربي دول الخليج سيبقى على عهده بتحفيزكم والفخر بكم، وسيبقى واقفاً وراءكم مباركاً لجهودكم. مرة أخرى أحييكم وأحيي كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل البهيج وهذا التنظيم الرائع، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الاهتمام بالعلم والفائقين في تحصيله لا يقتصر على المؤسسات التعليمية والتربوية فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المجتمعية التي تقف معاً جنباً إلى جنب لتحقيق الغايات الساميات في بناء أجيال متسلحة بالعلم قادرة على صنع المعجزات. وشركة المراعي لا تألو جهداً في ذلك، فهي تساهم في تبني ودعم الإبداع العلمي، ومنها جائزة التفوق الدراسي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشجيعاً للطلبة الفائقين وتنمية لقدراتهم ومواهبهم وتعزيزاً لاستمرار تفوقهم. والآن مع كلمة سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة العضو المنتدب من شركة المراعي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. معالي الأستاذ أحمد بن عبد المحسن المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الشقيقة، معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، أصحاب السعادة، أبنائي وبناتي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جائزة المراعي للتفوق الدراسي وبالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج لطلاب الدول الأعضاء لهي إحدى الجوائز التعليمية الكبرى بمنطقة الخليج، والتي تهدف إلى تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين في التعليم العال في الدول الخليج العربي، مما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية ويدفع الطلاب الآخرين إلى الاقتداء بهم، كما تهدف إلى تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلاب التعليم في دول الخليج العربي، وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية للقياس والتقييم. وهذا العام تدخل الجائزة دورتها الثامنة بدولة الكويت الشقيقة للمرة الثانية، محققة بذلك نجاحات عديدة في تحفيز وشحذ همم طلاب وطالبات دول الخليج العربي. إن جائزة التفوق الدراسي تهدف إلى تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين في التعليم العام في دول الخليج العربي، مما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية ويدفع الطلاب الآخرين إلى الاقتداء بهم، كما تهدف إلى تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلاب التعليم العام في دول الخليج العربي. فرعاية المتفوقين والموهوبين مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات ذات العلاقة فقط، وإنما يستوجب على شركات القطاع الخاص تحمل جزء من المسؤولية. لذا يسرنا في شركة المراعي أن تكون هذه الجائزة المتميزة تحت رعايتها، وذلك إيماناً منا بأهمية تشجيع وتحفيز طلاب العلم ليسهموا في الأيام القادمة في بناء أوطانهم وترجمة الطموحات المنتظرة منهم إلى واقع. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة لأبنائي وبناتي الطلاب الفائزين والفائزات بجائزة التفوق الدراسي. أقول لهم: اجتمعنا هنا تقديراً لإنجازكم وتكريماً لسعيكم، نلتم الجوائز بجدكم واجتهادكم، تعبر بكم طموحاتكم نحو التميز، لا يقف عائق أمام جسارة رغباتكم، وكنتم مصدر فخر لأسركم وأوطانكم. أبنائي وبناتي، واصلوا جهودكم وجدكم، واعمدوا إلى التخطيط السليم في دراساتكم حتى تكونوا براس علم يهتدي إليه زملائكم. سيروا على بركة الله، فسيأتي يوم تفاخر بكم أوطانكم بين الأمم.
في الختام أتقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة وعلى رأسها سمو الوالد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على هذه الرعاية الكريمة للجائزة، وعلى حسن الضيافة والوفادة، ولا غرابة في هذا لأننا في أرض الكرم والجود. كما أتقدم بالشكر لمعالي الأستاذ أحمد المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة الكويت ولجميع العاملين بالوزارة، والشكر موصول لمعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج ولجميع العاملين بالمكتب. ولا يفوتني أن أعرب عن تقديري للدور الذي قام به المعنيون في جميع وزارات التعليم في الدول الأعضاء، فلهم كل الثناء والتقدير. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على دروب الخير دوما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا بارك الرحمن جهدكم وفيكم، فلكم منا تهانينا. طلابنا للعلا سيروا مكللة مساعيكم، خوضوا الميادين. الشعر ديوان العرب، وهو سجلهم النفيس الذي حفظ تراثهم وتاريخهم وآدابهم، وهو اليوم يحفظ هذه اللحظات الغالية لتبقى ذكرى خالدة. والآن مع فقرة شعرية، إعداد الأستاذة نورة العازمي وتقديم الطالب بدر العتيبي والطالبة شيخة الهويدي، فليتفضل مشكورين. هذا هو الخليج وحدة في كل طريج، إيماننا يمحي الظلام. هذا هو الخليج، إيماننا يمحي الظلام. هذا هو الخليج، ما مدانا نلتفت إلا وتغير كل شيء. كل ما قلنا اكتفت قالوا بعد ما شفتوا شيء. جريئة بأسلوبها تسحرنا بدروبها، هذه هي تروي قصة كفاح. قال الوطن إمارات عظيمة والله يا الإمارات. يا نخلة بعروقها تاريخها كل انكتب، بجذورها أمجادها مزروعة بوسط الهدب. نسقيك بماي العين يا عالية بحدود السماء، حبك وصل لأبعد مدى. نسقيك بماي العين غالية غالية البحرين، في أرضها النور انتشر حب وجمع كل البشر. للمملكة أهدي السلام، منا لك كل احترام، وكلمة التوحيد أرددها بصوتي. في قلبي أذكرها ودايم في سجودي، نعم نعم أنا السعودي، نعم أنا السعودي. بالمحبة والأمان أشرقت شمس الشموس شامخة في كل مكان، نورها يضوي النفوس وفيها تغنى الطير وعزف أحلى الألحان. أحبك يا غالية أحبك يا عمان. دار المعزة ما مثلها دار، تاريخها عزة وشعلة الأنوار. مثل المطر تروي عطش القلوب، مثل القمر نورها يضوي الدروب. عرفتوا هذه الدار؟ هذه قطر، هذه قطر دار الأحرار. هي رمز العروبة والأصالة، هي أرض الجنان، هي منبع الطيب يحفظها لنا الرحمن. أتخيل جبال صنعاء ولا سواحل عدن، عشق اليمن اللي في فؤادي سكن، شعب تاريخ وطبيعة ولحن. أحبها يا ناس اليمن أحلى وطن. وأنا يا شيخة بحكي عن ديرة ما مثلها دار، شعب وحكم وانجاز وعمار. ديرة يا بدر عروس مطرز ثوبها بالماس، مسطر تاريخها يرفع الراس. ديرة سلام وحب ما اختلف عليها اثنين، لا طائفية ولا مذهبية، كلنا اخوان متوحدين. ديرة خير وعطاء،
خيرها وصل وغطى كل البلاد من عرب مسلمين واصحاب. ربي حماها من شياطين الانس والجان بطاعة اهلها وافعالها باحسان. فيها اخوان مريم ساكنين وسط الجوف، هم عيوننا اللي فيها نشوف. هذه هي ديرتي الكويت، بلادي دوم انا فيها تربيت. نحبها يا ناس هذه هي الكويت، نحبها يا ناس هذه هي الكويت، نحبها يا ناس هذه هي الكويت. بفضل التعاون أرست أمم صروحاً من المجد فوق القمم. معاً للمعالي، معاً للمعالي، يداً بيد نشيد البناء بكل الهمم. والآن مع رقصة تعبيرية بعنوان التكاتف الخليجي، تقديم طلبة مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين. خليجنا واحد مترابط ومتكاتف، نشد بعضنا بعض وعسى ربي ما يفرقه. تجمعنا عادات وتجمعنا تقاليد، وحب يربطنا ويقوينا. كلنا حزمة، حزمة واحدة، لو جمعناها وربطناها قويناها. خليجنا واحد من أول الأزمان، ما يفرق أي حاسد أو غازي وكاره. خليجنا واحد، عزمة واحدة، لو جمعناها صفيناها، لو ربطناها قويناها. خليجنا واحد من أول الأزمان، فرق حاسد أو غازي وكاره. صف الصفوف لأحلى ضيوف من الخليج شرفوا، يجمعنا دور عدد أصيلة تجمعنا. صفوف صفوف لحلى ضيوف من الخليج شرفوا، يجمعنا حب يجمعنا دور عدد أصيلة تجمعنا. أنجبتنا
أمة العرب أنجبتنا، فهذا من معدن وذاك من قحطان، وحدتنا الخطوب حتى غدونا، رغم أنف الخطوب كالبنيان. يا خليج الأبات، يا خليج الأبات، أنت الخليج سميت من قديم الزمان. والآن مع أبريت الخليج يجمعنا، وقفات شعرية إبداع الطالبة أماني شاكر، وتقديم طالبات ثانوية فاطمة بنت الوليد. عبرنا زمان وبحور، قرينا عن خير مواضينا، وعرفنا ان طريقنا واحد، طريق مغزول بالنور. في صفحات كتب التاريخ تشاركنا الاحلام، تساعدنا على نوايب الايام، وعرفنا ان طريقنا واحد، ما تغير حوادث لدهور. صفحات كتب التاريخ انكتب بصفحة التمهيد عن أسطورة قديمة، عن أميرة تناثرت نجوم وكونت إمارات شامخة فوق هام الغيوم. إماراتي أنت الحلم الخليجي، أنت الجمال، أنت الكمال، وبرج خليفة يشهد، وهذا أكبر مثال. صفحات كتب التاريخ النقش بأول فهرس عنوان مملكة دلمون، هذا تاريخي من زمان. بحرين يا ماي العين، يا شعب ما يقبل غسمة على اثنين، يا واحة الخليج عالية وعالية اسمك بكل مكان. يا سلام عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، يا السعودية نحيي روحك. في صفحات كتب التاريخ تعلمنا وحفظنا دروس، شفنا الفعل المحمدي ومن على دربه يقتدي، الشعب السعودي رفع راية التوحيد، لم شمل اللج والحجاز، مشى على الدرب الأكيد وسلسيفة علم باسم الرحمن. العماني طيب الساس، حبي للدار حب مغروس، حطيت العمامة على الراس، فيدي عصا وامشي بناموس. انا العماني طيب الساس. في صفحات كتب التاريخ شفنا صور، وصور عمران ينتهي ويبتدي من نفس المكان، واحد بصلالة بالقوف والثاني بفعل الشعب العماني معروف. مهرة الشعر عتقها مكتسي خيرة أفكاري، داري العز عانقها واحمد الله قطر داري في سما الطيب باركها. في صفحات كتب التاريخ صفحة شذاها ورود عطر، نسايم عبير تنثر غيوم المطر، وعصافير تغني دوحة قطر، قطر يا أرض الخير، وشعب له مكانة غير، الود ما بيننا تثور، ما تنهي سحابة صيف علينا تمر. يمنيون درسنا في بساطين يمني،
التاريخ حفظنا نشيد الشعب تحبه بلادي راية سديد من وادي حضرموت ينادي ويهتف باسم اليمن السعيد. تاريخ انكتب فصل الختام مطرز بشعار صقر السلام فارد اجنحته على طول الخليج وحاضن بين امواجه سفينه الوئام هذه الكويت من صباحها الاول هذا طبعها ما تحول تهدي للعالم سلام تجمع الكل بطيب الكلام وبصماتها بسمه تشع بالامان وبصماتها بسمه بسمه تشع بالامان تاريخها مثلها صامد ما يعرف لحظات الانهزام في صفحات كتب التاريخ عبرنا زمان وبحور قرينا عن خير مواضينا وعرفنا ان خليجنا واحد خليج عامر بالخير وارواح عياله الاسد وسور الكويت تتلألأ اليوم سعادة وفرحة بهذا الحضور من الأخوة والأشقاء من دول الخليج ونحن اليوم نقدم نموذجاً للوحدة الوطنية والولاء والانتماء إلى أرض الخليج إننا نسيج متلاحم على مر الأيام والتعبير عن حب الأوطان ليس له حدود أو مكان والآن مع فقرة بعنوان أحلف يمين من الأوبريت الوطني الكويت أمانة من مدرسة السرة المتوسطة بنات أحلف يمين نحسن غسل هذا الوطن ما ينتسب Yeah.
في يمين نفس انقسم هذا الوطن ما ينقسم نحلف يمين نفس انقسم قف أيها الشعر بلغ أمة فينا قف أيها الشعر بلغ أمة فينا طف واسأل الركب دانينا وقاصينا ما للنجوم أراها بيننا لمعت وقد أتت هاهنا بالنور تغرينا اليوم يشدو مجد الجد مبتهجاً بعد التفوق حتى قال حادينا يا فتية العلم يا فتية العلم نلتم خير جهدكم وصرتم اليوم فرسانا ميامينا والآن مع كلمة الطلاب الفائقين والطالبة فاطمة مصطفى محمد رضا من ثانوية ماريا القبطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية وهاديها وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السيد معالي وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت الأستاذ الفاضل أحمد عبد المحسن المليفي السيد معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا العضو المنتدب لشركة المراعي حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف عظيم وأي شرف يطاوي وقوفي أمامكم ممثلاً زملاء الفائقين وزميلات الفائقات في يوم هو من أسعد أيامنا يوم نجني فيه ثمار عمل دؤوب وسهر شاق مع التحصيل الدراسي وتتوج الجهود بالتوفيق والتفوق بفضل من الله سبحانه ونطوق بأكاليل التكريم والفخار ويحتشد هذا الجمع المبارك للاحتفاء بنا وبما أنجزنا وإننا لندرك أن ما تحقق لنا من نجاح وتفوق ما هو إلا حلقة في سلسلة تحملنا المزيد من المسؤولية تجاه أوطاننا ومجتمعاتنا وتبعث في نفوسنا العزيمة والإصرار على المثابرة ومواصلة بناء ذواتنا بما يخدم مسيرة النهوض والتطور في بلداننا الحبيبة متسلحين بالعلم والمعرفة والخبرة السيد معالي الوزير السادة الحضور الكرام إنما سجلناه من إنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود الكبيرة من جهات عدة تأتي في مقدمتها وزارات التربية في بلداننا الخليجية الحبيبة حيث احتضنتنا براعم صغيرة وتعهدتنا بالرعاية والاهتمام وهيأت لنا البيئة التعليمية والتربوية المناسبة وأتاحت لنا الفرص لاستثمار طاقاتنا واكتساب ما يلزمنا من المعارف والخبرات والعلوم وها نحن في موسم الحصاد نتوجه بأسمى معاني الشكر والامتنان إلى كل تلك الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربوية التي ستبقى الشعلة المضيئة تنير دروبنا جيلاً بعد جيل نحو مستقبل زاهر السادة الحضور الكرام إن الوفاء والواجب يحتم علينا اليوم أن نذكر أصحاب الفضل بكل التقدير والاحترام والعرفان وعلى رأسهم وزارة التربية بدولة الكويت التي احتضنت هذا اللقاء وهيأت له أسباب النجاح إعداداً وتنظيماً وإخراجاً والشكر الجزيل لكم يا معالي الوزير
وأنتم تقودون دفة الوزارة نحو آفاق واسعة من التحديث والتطوير بما يواكب العصر ومستجداته ويلبي تطلعات أبنائكم وطموحاتهم. وشكر موصول إلى شركة المراعي التي آمنت بأن الانتماء للوطن هو بذل وعطاء قبل أن يكون مكتسبات وأرباح، فامتدت أياديها البيضاء تشجيعاً للشباب على تحصيل العلم، وكانت السباقة دائماً إلى ميادين التربية والتعليم والثقافة والفكر المنير في مختلف المجالات. والشكر الجزيل لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية لتنظيمه هذه الجائزة ورعايتها، ولدوره البارز في توحيد الرؤى التربوية والتعليمية بين بلداننا الخليجية الغالية. ولا يفوتني أن أذكر بالامتنان والتقدير العميق كل أصحاب الفضل من الأهل والمعلمين والإدارات المدرسية. شكراً لأوطاننا، شكراً لأوطاننا التي احتضنتنا احتضان الأم الحنون، وعهداً منا أن نكون الأبناء البررة الأوفياء لها، ونسأل الله أن يحفظ عليها نعمة الأمن والأمان ويحقق لها ما تصبو إليه من التقدم والازدهار. والشكر الأكبر لكم جميعاً لتشريفنا بحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثناء لأهل الثناء مفروض، والشكر للكرام في القلوب مكنون. شكر وتقدير لمن ساهم في نجاح هذا الحفل البهيج، شكر لمن ساهم في التنظيم قطاع التنمية التربوية والأنشطة الطلابية المتمثل بوكيل القطاع السيد بدر محمد الفريح، والشكر موصول لمديرة إدارة الأنشطة المدرسية الأستاذة منى الفريح. كما نثني ونقدم عبارات الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم الحفل. ابتهج الحفل وجاء الفائقون، في جلال العلم وبالتهاني يقبلون. هكذا هم للمعالي يسرعون. أيها الآباء ارفعوا هاماتكم وافخروا، ها قد تسامى البارعون. فليتفضل مشكوراً كل من معالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية والتعليم العالي، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة لتكريم أبنائنا من الطلبة الفائقين. الطلبة المكرمون في حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في العام 2014. أولاً المرحلة الابتدائية بنات، الطالبة حصة جاسم صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالبة سارة يوسف محمد المزعل مملكة البحرين. الطالبة سهام ماجد أحمد صالح الجمهورية اليمنية. الطالبة حنين طارق العصفور من دولة الكويت. الطالبة رنيم سلطان أحمد المنصوري من المملكة العربية السعودية. الطالبة سبأ حمد ناصر من سلطنة عمان. الطالبة
الطالبة ريم راشد عبد الله السبيعي من دولة قطر. المرحلة الابتدائية بنين، الطالب حمد يوسف عبد الله من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالب محمود حسن علي من مملكة البحرين. الطالب غازي علي عبد الله من الجمهورية اليمنية. الطالب ناصر بدر الخرينج من دولة الكويت. الطالب سامر أحمد حمد من المملكة العربية السعودية. الطالب هيثم سعيد سهيل العمراني من سلطنة عمان. الطالب متعب عيسى متعب الأسود من دولة قطر. المرحلة المتوسطة بنات، الطالبة خلود عبيد راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالبة نور علي أحمد من مملكة البحرين. الطالبة فريال فارس علي من الجمهورية اليمنية. الطالبة فوزية خالد العوضي من دولة الكويت. الطالبة لمى عبد الله العقيل مملكة العربية السعودية. الطالبة ولاء مصبح راشد من سلطنة عمان. الطالبة آمنة محمد عيسى من دولة قطر. المرحلة المتوسطة بنين، الطالب خالد سعيد سالم من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالب أنس أنور علي الأنصاري من مملكة البحرين. الطالب أبو بكر صالح حسين من الجمهورية اليمنية. الطالب فواز محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية. الطالب الهيثم بدر ناصر من سلطنة عمان. الطالب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم من دولة قطر. الطالب
المرحلة الثانوية بنات. الطالبة منار محمد ناصر زعابي، دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالبة إيمان علي حسن من مملكة البحرين. الطالبة بشرى حسين علي عبد الله من الجمهورية اليمنية. الطالبة فاطمة مصطفى محمد من دولة الكويت. الطالبة ضحى عبد العزيز أحمد من المملكة العربية السعودية. الطالبة نور سالم حمد من سلطنة عمان. الطالبة فاطمة أحمد كامل محمد من دولة قطر. المرحلة الثانوية بنين. الطالب عبد الله سالم علي من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالب علي محمد علي صباح من مملكة البحرين. الطالب محمد أحمد محمد حمود من الجمهورية اليمنية. الطالب يوسف يعقوب الكندري من دولة الكويت. الطالب فهد عبد الله صقر من المملكة العربية السعودية. الطالب جبر سالم سعد من سلطنة عمان. الطالب أحمد حسن محمد محي الدين من دولة قطر. يتشرف معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج بتقديم درع تذكارية لصاحب المعالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي راعي الحفي. كما يقدم درع تذكارية لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، يتسلمه بالنيابة سعادة الأستاذ عبد الرحمن المهنا. باسم الطلاب والطالبات شكر للداعم الرسمي لهذا الحفل شركة المراعي. يتقدم الطلاب والطالبات بهذه الهدية المتواضعة لشركة المراعي التي تسجل هذه اللحظات الغالية لتبقى ذكرى خالدة على مر الأيام، يتسلمها سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا. تهنئة من القلب للفائقين والفائقات وأولياء أمورهم الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ أبناء الخليج ويديم عليهم التفوق والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة سعيدين بانتهاء هذه الاحتفالية الجميلة لتكريم أبنائنا وبناتنا من دول الخليج العربي الفائقين في كل المراحل في التعليم العام برعاية شركة المراعي، اللي نشكرهم على يعني دعمهم ومساهمتهم للسنة الثامنة. ولا شك بأن هذه الاحتفالية المتكررة في كل دولة من دول الخليج لا شك بأنها يعني فيها دعم لأبنائنا وبناتنا المتفوقين، كذلك يعني جعلهم قدوة لزملائهم وزميلاتهم في المدرسة بأن التفوق يكون هدف من أهدافهم وطموح من طموحاتهم، لأن هذا التفوق سيدفعهم دائما في المقدمة لتكون الكوكبة التي تقود هذه دولنا الخليجية ومنظومتنا الخليجية نحو التقدم والارتقاء بكوكب من أبنائها وبناتها المتفوقين، لأن الأمم لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال الإنسان القادر على أن يحمل الرسالة الحقيقية لبناء أمة مؤمنة بربها تتطلع إلى مستقبل أفضل بالأمن والاستقرار التي يقود للتنمية والتقدم والارتقاء. فشكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل، شكرا لأبنائنا وبناتنا، شكرا لأولياء أمورهم، شكرا لإخواننا وأخواتنا من كل دول الخليج في وطنهم الثاني الكويت. نرحب فيهم ونعتذر منهم إذا كان هناك أي قصور لمسوه منا، وإن شاء الله ما يكون أي قصور، وأكونهم في مكانهم وبين إخوانهم، وشكرا لكم. أنا سعيد جدا بالتواجد في هذا الحفل، واللي يجسد اهتمام القطاع الخاص ومشاركته في دعم الأمور السامية والنبيلة، كالاهتمام في طلبة بعمر الزهور لأنهم متفوقين وعملوا بجد واجتهاد، وأكيد أن أيضا عائلاتهم تعبت عليهم، فأقل شيء ممكن يعني القطاع الخاص يقوم فيه أن يدعم بكل سخاء هذه المبادرات، أن تجمع شباب وشابات طالبات وطلبة من دول الخليج وتضعهم في إحدى دول الخليج بهذا الحفل الجميل البسيط الحلو اللي في قصائد عن وحدة الخليج ومحبة الخليج، شيء يسر الخاطر. نتمنى أن تتكرر وتتجسد هذه العلاقة ما بين القطاع الخاص الممثل بشركة المراعي والتعليم في الخليج في مبادرات من هذا القبيل، ويسعدنا دائما المساهمة في أمور مثل هذه. يعني دائما شركة المراعي تحرص على الأمور الإيجابية بتنمية المجتمعات الخليجية. شكرا لك. لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والشعر، لما كنت بعد القول إلا مقصراً ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر. يسعدنا في هذا المساء الجميل أن نرحب بالجميع في حفل العشاء والتكريم، فأهلاً ومرحباً بكم في ساعة التكريم لجميع اللجان العاملة والمشرفة والمساندة في فعاليات حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثامنة المقامة بدولة الكويت. وقبل أن نبدأ مراسم التكريم، يسرني أن أدعو إلى منصة التكريم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي، والأستاذ عبد الرحمن المرشد مدير برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج، فليتفضلا مشكورين. وزارة التربية بدولة الكويت، الأستاذة مريم محمد لوتيد وكيل وزارة التربية بدولة الكويت، الأستاذ بدر حمد الفريح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، الدكتور سعود هلال الحربي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث وزارة التربية دولة الكويت، الأستاذة منى سليمان الفريح مدير إدارة الأنشطة المدرسية وزارة التربية دولة الكويت،
الأستاذ عبد العزيز عبد الحميد العقيل مدير العلاقات العامة والأعمال بشركة المراعي. تكريم مشرفو ومشرفات الدول الأعضاء. الأستاذة انتصار عيسى الحسني من دولة الإمارات العربية المتحدة. الأستاذة خديجة أحمد السلامي من دولة الإمارات العربية المتحدة. الأستاذة فاطمة سلطان الأنصاري من مملكة البحرين. الأستاذة دلال عدنان القبندي من دولة الكويت. الأستاذة أمل راشد فهد من المملكة العربية السعودية. الأستاذة ريا عامر هلال من سلطنة عمان. الأستاذة ريم عيسى محمد من دولة قطر. الأستاذ عبد العزيز عبد الله أحمد من دولة الإمارات العربية المتحدة. الأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الله من مملكة البحرين. الأستاذ نصر قائد أحمد من الجمهورية اليمنية. الأستاذ سعد ماجد العتيبي من دولة الكويت. الأستاذ أحمد حمد الحارثي من المملكة العربية السعودية. الأستاذ حامد العنزي من المملكة العربية السعودية. الأستاذ علي سعيد البلوشي من سلطنة عمان. كما يسر القائمين على الحفل تقديم الشكر والثناء لمن ساهم في تنظيم الحفل وكانت لهم بصمات واضحة المعالم في إنجاح الاحتفالات الجميلة. الأستاذة هاجر محمد علي من الجمهورية اليمنية. تكريم المدارس المشاركة. ثانوية فاطمة بنت الوليد. مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين. مدرسة السرة المتوسطة بنات. شكر وتقدير إلى اللجان العاملة وسيتم تكريمهم فيما بعد. يتقدم الأستاذ علي سعيد البلوشي رئيس وفد سلطنة عمان بتقديم هدية تذكارية لمعالي الوزير الأستاذ أحمد المليفي. تكريم الأستاذ ماجد الضويحي من شركة المراعي الداعم الرسمي للحفل. شكراً لوزير التربية الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي. تكريم منسوبي مكتب التربية العربي لدول الخليج. الأستاذ عبد الرحمن المرشد مدير برامج الدول. الأستاذ عبد الله القرينيس. الأستاذ ربيع الدليجان. الأستاذ حمد العسيري. الأستاذ مبارك عبد الله. الأستاذ بندر الحربي.
الأستاذ عدنان المليس. الأستاذ حمدان الشريان. لولو الشويطي. أحمد الله المطار. إبراهيم القصار. كوثر القلاف. فاطمة النجار. نورة برزوق العازمي. نورة. سارة محمد غضنفري. حميدة القلاف. حميد القلاف. لا. دلال المقصيب. فتحي عبد النبي تصفيق حار. حار دينامو الحفل. إيمان الكعبي. بدر العتيبي. نورة محمد العازمي. وفد السعودية يصفق حيل وفده. علياء مبارك. خلود المطيري. موجودة الأستاذة ماجدة الدوسري اللي سوت الفيلم الصغير اللي بعثناه بالواتساب. موجودة. أحمد الله المطار وصل. صفقوا له حيل. you